الله وبركاته. كيف حال اخبار علوم؟ طيبين تمام. صح السلام عليكم. مكسب لك عمود 187 اكس من قناه اليوم. جايب لكم لايف كومنتري جديد. طبعا هذا شو اسمه لدي حقي يعني هذا الفل. هذه هنا المعلومات وهنا الكاس. عندي 287 كاس، 229 برونزي، 51 فضي، و7 جولد ذهبي، وبلاتينيوم ولا شيء، صفر. طبعا هذه هنا اخر الالعاب اللي لعبتها وطلعت فيها كاس. هذه اخر شيء اللايف 6، باقي لي 49 وادخل اللايف 7. طبعا انا ايش كنت كنت جاي هنا عشان بفعل الستور. بفعل الستور اليوم داعس. وين الستور؟ هذه جنبي. نبي نفعل الحين عشان نشترك في البلاس. نشوف الحين وش انا والله على نصيحة الشعب قالوا لي بلاس في ميزات وما ادري كيف قلت يلا قلت خلنا نفعل. بس لحظة خلنا اكشف ذي اللي عندي. اكشف يا ولد، اكشف 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 اكشف. حاسس اني قاعد اكشف طاقة شحن. ايه هذه الاولى وهذه الثانية. طبعا شاري ثنتين، 51 و21 دولار. ثاني عيتي هذه. حلو حلو حلو. طبعا تفعيل هذه وين؟ اي تفعيل ما مو هنا. والله ملخبط انا شيني. اتوقع اخر واحده هي اللي حق التفعيل. لا هذه إيه هذه فعل اول مره الخمسين دي 9 بي جي والجنب هنا 3 2 ان اف وهنا اف 3 اي 8 وهنا فعلنا الـ50. خلاص ما شاء الله تبعنا 50 خلاص. طبعا نبي نفعل الحين 20. افعلها مره واحده لاني ما بي لان قاعد اضيعها على الفاضي. 2 6 6 2 لان ناوي على شيء انا. جي باقي ايه حلو 2K ان ايه سي سي جي 6. حلو حلو. صار الحين عندي بالحسابي 70 دولار 81. هذا طبعا الحين نبي نشتري، نبغى نشترك بالبلاس. البلاس الحين نبي نشترك فيه. وهذا هو البلاس من هنا. طبعا هذه هنا على اليسار الشروط، هذه الشروط حقت الاشتراك في البلاس. طبعا هذه هنا السنة ب 48 وال90 يوم 19 دولار. هنا 48 دولار وهنا ب 19. طبعا مكتوب هنا ان الفل الالعاب ب 48 دولار مدة سنة تقريبا يساوي 1000 ريال. هنا مكتوب ان الفل الالعاب الكاملة يساوي 250 ريال سعودي 19 دولار مدة 90 يوم. راح نختار احنا سنة. راح نفعل السنة. اتوقع خلاص راح يسحبونها كاملة. طبعا هذه فعلناها. لا يا ابو بلال فعلنا شو اسمه عذرا الترجيم لمدة سنة بلاس. طبعا ميزات البلاس ان مثلا لما يكون سعر اللعبة غالي يجيك عليه خصم. شوف الحين كم تبقى عندنا؟ تبقى عندنا 22 دولار. اتوقع هنا يطلع عند اي دي علامة البلاس. هذه تفعل عندنا البلاس خلاص. عرفت كيف طريقة تفعيل البلاس. طبعا في ناس يعني بيسأل بيقول وش فايدة البلاس هذا؟ الحين اوريك انا فايدة البلاس. عامية يعني اوريك الحين وش فايدة البلاس اذا كنت
تبي تفعله. مثلا نجي الحين عند هنا، ما هنا العابهم كلها هنا غالية. هنشوف ما طلعت لي هنا العاب. خلنا نجي هنا للجيم كامل عشان اوريكم وش فائدة البلس. خشينا عندي تعليق، ما ادري اليوم ما ادري شو الثاني، هو يا من سوني ولا من الزفت ذا النت الخايس. فائدة البلاس غريبة ليه مخصوم، نخش نشوف. فائدة البلاس انه تجيك خصم على الالعاب، يعني مثلا لما نفترض ايه هنا هذه حلو، مثلا لعبة انفماس لعبة كاملة لو انه بدون بلاس نشتريها $29، بالبلاس اشتريها ببلاش، يعني اقدر اخذها الحين ببلاش وفلها يعني اللعبة كاملة. عندك هذه اللعبة برضه، وهذه اللعبة اللي امس سألت عنها قال لي ب150 في المحل، الحين اقدر اخذها من هنا ببلاش. عندك برضه هذه اللعبة، ما ادري والله اول مرة اشوف بعض الالعاب. فينا عندك الثلاث العاب هذه يمكن لها تقريبا اربع العاب، والخامسة خامسة كلها اجزاء ثانية. نشوف الخش خش او اللعبة نشوف. شفت كيف؟ هذا فايدة البلاس، ان كل لعبة لو بدون بلاس سعرها بيكون مثلا هذه اللعبة فل كامل اللعبة ب$24، مع البلاس راح يكون اللعبة كاملة ببلاش. هذا فايدة البلاس، اللي حاب يعرف ايش فايدته. حتى الثيمات نفس طريقة كذا كل شيء، وبعض الالعاب طبعا. كل اللي عليكم لايك كومنت تفضل سبسكرايب فعلنا بلاس. شكرا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مكتب لك عمود 1 من شبكس من قناتي.